برج الدلو، عرفت الحين شنو سبب قلقك؟ أنت تريد أن تقفز، أو خطواتك تكون كبيرة عشان تصل لمرادك، تشوف مرادك أو أمنيتك بعيدة عنك. ولكن لازم تدرك حقيقة واحدة، أن الله سبحانه وتعالى عندما يكتب للباب اللي يفتح من بعده كل الأبواب أن يفتح أمامك، ينفتح لك، ما راح يكون في تأخير. أنت في مكانك الصحيح في وقتك الصحيح. تحلى بالأمل، لا تقعد تفكر دام أن مثلا دخلي هالكثر خلال كم راح أجمع المبلغ اللي أحتاجه من أجل مشروع، شلون راح أرتب أموري المادية. الكثير من طاقة التفكير والخوف والقلق. لا تفكر شلون راح تصل إلى مرادك ما بين 9 السيوف وتسعة الأكواب. أمنيتك في الطريق، ولكن لا أنت تدقق بينك وبين نفسك في متى وأين وكيف الطريقة. لا تدقق، خلنا نوضح 9 السيوف. الغصنين، أشوفك هني كأنما عملت على مشروعين أو حاط في بالك فكرتين راح تعمل عليهم، ولكن في نفس الوقت عندك شك، مش واثق. المشروع الأول تحس إنه ما راح يوصلك إلى مرادك، وأيضا المشروع الثاني عندك شك بخصوصهم، عندك طاقة عدم ثقة. ولكن مثل ما قلت لك في بداية القراءة، كل هذه الطاقة قاعدة تأتي من عقلك أنت، مش حقيقية. 9 السيوف طاقة غير حقيقية، غير موجودة، احنا ننشئها بنفسنا، احنا اللي قاعدين نخلق هذه الطاقة. لما تنظر الى هذا الكرت على حقيقة الغصنين، راح تدرك ان انت اسست لنفسك او زرعت غصنين ثابتين في الارض، طال الزمان او قصر راح في النهاية يبرعمون ويثمرون. ولكن لا تدخل في التفاصيل، لا تدخل تركز في طاقة اللي أنا أنتظر. مثل ما يقولون في مثل أن الماء لا يغلي ونحن ننظر إليه. هذه هي الرسالة لك باختصار. لا تقعد تنتظر وتحسب الوقت وتحسب الدقائق والساعات، لأن أنت جدا مشتاق للحياة، للإنجاز اللي تريد أن تحققه. أفهم طاقة الاشتياق، طاقة جميلة، ولكن لا تدقق. أوكي، محتاج شوية إلى طاقة إلهاء. 6 السيوف، الكوب الأول بالضبط. تعرف، شوف هني، أنت عاطي ظهرك لفرصة في يد هني. يد دائما الكوب الأول أو الخماسي الأول عبارة عن فرصة تأتينا من الله سبحانه وتعالى. مثل ما قلت لك، شنو قلت لك؟ قلت لك الأبواب، الباب الأول اللي ترغب. شوف هني عندك الكثير من الأماني في باب واحد، باب الثراء أو باب العلم أو باب الهجرة اللي أنت حاطة في بالك، هو راح يفتح كل الأمنيات الباقية بعده. أنت هني ما قاعد تشوفه، مركز على الوضع الحالي. ابعد تركيزك عن الوضع الحالي، لأن الماء ما راح يغلي وأنت قاعد تنظر إليه. لما شوي شوي بس على الأقل تسحب اهتمامك، تركيزك تكون مركز في اللحظة أكثر ما مركز متى راح يصير حلمي، متى راح يتحقق حلمي. هني راح يبتدي، ما راح يبتدي حتى، هني راح يتحقق. كأنما راح يكون فجأة، انتقال فجأة من مدينة إلى مدينة، من عمل إلى عمل، من وضع. يوم من الأيام أنت تكون موظف عادي، وبين يوم وليلة تصبح مخترع، تصبح إنسان صاحب منصب، عندك انتقال نوعي. ولكن الانتقال السر فيه راح يأتيك وانت مش قاعد تنتظره. انت هني في طاقة الانشغال في مشاريعك الحالية. اوكي، نوضح اخر كارت، وهو كارت برج الجدي. ممكن يكون شخص تتعامل معه. بالضبط، 6 الأغصان، كارت الانتصار.
كرت الانتصار. ننهي القراءة بهاي الكرتين. مثل ما قلت لك هني اليد الإلهية، يد الله سبحانه وتعالى، عطاء الله سبحانه وتعالى، هو فقط القادر على أن يفتح أمامك في باب أو سد، حتى مش باب، سد كبير أمام برج الدلو، لأن برج الدلو من الأبراج الطموحة، يحط أمام نفسه أهداف عظيمة. هذا الباب ما رح ينفتح بسبب جهودك الشخصية، لا، ينفتح بسبب كأنما موافقة. الحين أتت الموافقة، أو منح برج الدلو الموافقة أن يفتح لهذا الباب، اللي راح من بعده تقدر تحقق لنفسك كل ما تشتهي وترغب. ونشوف الوضع الحالي عندك. الوضع الحالي هي طاقة اللي قلت لك، 8 سيوف، 9 سيوف، طاقة الأوهام. أنت قاعد تشوف الواقع وتضيف عليه مخاوفك. الشيطان هني موجود في المنتصف، مقيد معاه شخصين بالأغلال، قاعد تفكر وضعي الحالي، مشاريع اللي ابتديتهم، جهودي، حتى دخلي، دخلي ليس حتى قريب من المستوى اللي أتوقعه وأطمح إليه. شلون تقولين لي يا علي أني بين يوم وليلة رح أصل إلى مبتغاي؟ هذا الشيء بيد الله سبحانه وتعالى، مش بيدي أنا. أوقات بعض الأبراج يكون انتقالهم خطوة بخطوة، لكن ثق بي، خصوصا برج الدلو، انتقاله ما يكون خطوة بخطوة. انتقال لأن طبيعته هوائية، لأنه هو ملك الأبراج الهوائية، البرج الأساسي، انتقاله أبدا ما يكون هادئ، انتقال نوعي وسريع وبين يوم وليلة. فأنت هني لما تركز على الواقع، تركز شلون رح أقدر أتخلص، شلون رح أقدر أدير شيئين عندي، مثلا زواج وعمل، زواج ودراسة، زواج وأبناء، في الوقت اللي أنا قاعد أحاول فيه أن أحقق نفسي أو أحقق أمنيتي. ترى يقول لك هذا شيء مو بيدك، لا تعتمد على جهودك الشخصية، لا تعتد بنفسك، لا تعتقد أن أنت هني اللي بيدك الكنترول، تقدر تحقق الشيء على حسب جهودك الخاصة، لأن على حسب جهودك الخاصة ما في جهود أنت ممكن تسويها عشان تفتح أمام نفسك هذا الباب. كل اللي أنت تقدر تسويه التفاؤل والاجتهاد. 6 سيوف مقابلها 6 الأغصان، التفاؤل والاجتهاد، والباقي تخليه على الله سبحانه وتعالى. لا تفكر شلون يوم من الأيام رح أقدر، تريد وعندك رغبة، ولكن دائما ترد ترجع لشلون رح أقدر. الانتصار، هذا كرت الانتصار، النصر راح يكون حليفك. هذا يتكلم عن التتويج بين يوم وليلة، يتكلم عن شخص على الحصان وكل الآخرين مقارنة فيه واقفين على الأرض، أقل منا منزلة، أقل منا مستوى. راح تحصل على مكانك الصحيح. إذا تشوف أن الموضوع فيه تأخير، اتأكد، لأن الله سبحانه وتعالى ما راح يسمح لك أن تدخل في وضع شائك، ما راح يرضى لك إلا بالأفضل. تدخل الوضع، تدخل الحياة الجديدة وأنت متوج وأنت مرتاح. من أجل أن يتحقق لك هاي الأسباب، الموضوع رح يأخذ شوية، مثل ما نقول، أشياء تحدث خلف الكواليس أنت ما قاعد تشوفها. مو كل شيء ما نشوفه ما نؤمن فيه. أؤمن أن اللي قادم في طريقك هي مساعدة إلهية. الشخص اللي على الحصان دائما يرمز أيضا إلى الشخص اللي يهرع إلى مساعدة الآخرين. في مساعدة إلهية أنت جدا في أمس الحاجة لها في شهر يونيو، رح تهرع إليك وتدخل في حياتك فجأة. ننتقل الآن إلى الجانب العاطفي. عزيزي برج الدلو، القراءة العاطفية، طبعا أنت من الأبراج الذكية اللي ما تحتاج مني الكثير من التوضيح، أنا أثق بطبيعتك الهوائية. القراءة ممكن تكون عكسية، يعني لما أقول الشريك يفعل كذا وكذا، ممكن أنت اللي قاعد تسوي كذا وكذا. أنت اللي تعرف وضعك مع الشريك، اعكسها بما يناسب وضعك. نشوف برج الدلو الحياة العاطفية خلال شهر يونيو. أول كرت Judgment. أوكي، الحكم النهائي. أشوف برج الدلو تعب من الروحة والرجعة،
التأرجح بين القرارات، وأيضا في نفس الوقت تتمنى أن يكون في رجوع لشخص، رجوع لفرصة. ملكة النار قاعد هني تفكر لو رجع فيك الوقت راح تتصرف بشكل أفضل، راح تعبر. دائما ملكة النار هي الملكة الواضحة، تقول رغباتها، تصارح الآخرين بدوافعها بدون ما تخاف، تتكلم بدون ما تخاف. ملكة السيوف هي اللي تسحب السيف على الآخرين، هذه الملكة تحصل على ما تريد. كأنما هني تتمنى أن يرجع فيك الوقت وتصير أمامك فرصة جديدة عشان تكون أوضح مع الشريك. تفكر هني أن وضوحك راح يكون جنبك أو جنبك في الماضي الصراع. قاعد تقول تلوم نفسك، في طاقة لوم النفس، لو أنا كنت واضح معاه كان ما حدث الانفصال، كان ما حدث الاختلاف، كان ما حدث الابتعاد. أربعة الأكواب، أوكي، وآخر كرت عشرة الأغصان. راح أوضح الكرتات، ولكن بما أن آخر كرت عندنا هو عشرة الأغصان، برج الدلو في الحياة العاطفية يقول لك خلال هذا الشهر لا تلوم نفسك، لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها. في أمور حتى لو أنت تتصرف في مواقف، حتى لو أنت تتصرف فيها بشكل مختلف راح تحدث نفس النتيجة أو نتيجة مقاربة أو نفس النهاية. ليش؟ هني يتكلم لك عن أربعة الأكواب. لما أنا أو شخص ثاني نكون ما نرغب في البدء بعلاقة جادة، البدء في الاستثمار مع الشخص، البدء في الالتزام، ممكن تكون حتى أنت ما في استعداد مخطط أو مقرر حتى قبل أن يلتقي فيك أنه هو مبتعد عن الحب. أنت هني كأنه ما يقول لك لا تقعد تعيش في صراع داخلي أن أنا لو تصرفت، لو أنا كنت واضح، لو أنا كان الأمور، لو أنا صبرت. طاقة ما هي طاقة الصبر؟ لو أنا ما استعجلت في أن أدخل معاه في نقاش أو خلاف. النصيحة لك لا تلوم نفسك، هذا الشخص أصلا ما كان عنده استعداد. يمكن وجود هني الجاجمنت أو كرت الحكم معناته أنه كان منغلق هني، أشوفه منغلق عن الحب بشكل عام، مش بسببك أنت، فلا تلوم نفسك. ولكن أشوفه كأنما في الفترة القادمة تو ابتدى يستيقظ. كرت يوم القيامة هي رجوع الأموات إلى الحياة، تو ابتدى يستيقظ على الفرص اللي فاتتها معك، تو ابتدى يستوعب حتى أنه فقدك. خلى وضح الكرتات. Judgment، ستة الأغصان مرة أخرى، أوكي، أربعة السيوف، خمسة الأغصان الخماسي الأول، أربعة الأكواب الكوب الأول. نعم عندك شخص كان مش مستعد إنه فعليا أو على أرض الواقع فكرة أو طاقة كان موجود معاك، ولكن مش مستعد أن يظهر العلاقة علنا، مش مستعد أن يدخل معاك في التزام. لما أنت واجهته تحدثت معاه بخصوص الالتزام، بخصوص العلاقة، شفت منه شوية طاقة انسحاب، طاقة ابتعاد. ولكن مثل ما قلت لك دام ان احنا ابتدينا بكرت الججمنت راح يكون توه بداية استيقاظه خلال هذا الشهر من سبات عميق. هني ايضا هذا كرت السبات، واخر كرت ومستعد انه يأتي في دربك يعتذر هذا الاعتذار او حتى العرض بشكل غير مباشر. احتمال انك تتعامل مع ابراج ترابية،
عذراء جدي ثور، والأبراج المائية هني قاعدة أشوفها أيضا. عندنا طاقة كل الأبراج، حوت، عقرب، سرطان. الأبراج النارية هي حمل وأسد وقوس، كلهم موجودين. هذا حق الأشخاص اللي يحبون أني مثلا أذكر الأبراج. دائما أنا أقول طاقة الكروت ما يملكها برج معين، ممكن يكون شخص هوائي يمتلك كل الطاقة النارية خلال شهر يونيو وهو شريكك. نشوف آخر كرت، الغصن الأول. تعرف احنا لازم نموت، قصة ان احنا لازم نموت عشان نقدر نعيش من جديد. شفت الزرع او الارض المزروعة اللي صار لها فترة، ولكن كأنما لسبب ما يحرقونها، يحرقون الزرع كامل من اجل ان يعيدون بناء شيء عليه، او يعيدون يزرعون الارض نفسها تصير اكثر خصوبة. هذه هي قصتك باختصار مع الشريك. لما أنت كنت مستعد هو كان غير مستعد، ما عنده تقبل، ما عنده انفتاح، يرغب أن يكون معك، في عنده طاقة النار، انجذاب لك، حتى هو مش مدرك ليش ينجذب لك، لأنك برج الدلو، شيء طبيعي. ولكن لما على أرض الواقع، قلت لك طاقة النار أن نأخذ العلاقة على أرض الواقع، يكون في شيء ملموس أمام الناس يشوفونه. شفت النار شلون الناس يشوفونها، يحسون بدفئها. على أرض الواقع كانت كأنما عندك أنت مطالبات أن ثبت العلاقة يا شريكي يا حبيبي، ثبت العلاقة، أريد أن أعرف وين راح نروح، شنو اسم علاقتنا، وين إحنا متجهين. هني ابتدت الشريك عنده مثل ما قلت لك طاقة الانسحاب، ولكن استيقاظ الفعلي خلال الأشهر اللي طافت، ترى شريكك مر بمراحل كثيرة، خصوصا إذا كنتوا منفصلين، كان يمر بمرحلة كأنما هو نايم مش مدرك انه خسرك. ابتدى او سيبتدي استيقاظه خلال شهر يونيو، مش معناته انه سيرجع خلال شهر يونيو، ممكن يبتدي ان يدرك انه خسرك. انزين، ما بين هو هني مش مستعد الى طاقة اللي انا من نفسي راح ابحث عن برج الدلو واعتذر منه واحاول ان ارجع، اشوف هني طاقة اشوف أصلاً إذا راح يعطيني فرصة. فقد الأمل إن أنت حتى تعطيه فرصة، يحس إن غلط في حقك وحكمه كان خطأ على الموضوع في السابق، يعني أخطأ عندما تصرف معك بالطريقة القديمة. أنت اللي تقدر تحدد هل هو تأخر في عرضه، هل تأخر في استيقاظه، هل راح تقبل عندما يرجع أو ما تقبل، هذا هو قرارك الخاص. ولكن وجود الكثير من طاقة النار هني، ننتهي بالغصن الأول، البداية الجديدة، كأنما هني طاقة شوي مواجهة، أريد أن أثبت لك أن هاي المرة غير عن المرات السابقة الأربعة، ممكن يكون كذا مرة أنتم انفصلتوا. هني يريد أن يثبت لك أن هاي المرة راح تكون غير عن سابقاتها، أن فعلا هو يريد أن يبقى، يريد أن يبني، يريد أن يقدم لك شيء يثبت به حسن نيته. وننتقل إلى الأخبار القادمة في طريقك خلال شهر يونيو. إذا أنت بانتظار أخبار، مثلا فحوصات معينة، تأشيرة سفر، هجرة، أي نوع من الطلبات أو الموافقات رح ننظر إليها إن شاء الله. أول كرت برج الحوت، العالمة. ثلاث الخماسيات، طاقة الالتفاف حول الهدف. يعني عندك هدف صح؟ ما تروح له بشكل مباشر، تلتف حوله، في سبب لالتفافك، ممكن لأن الطريق الرئيسي اللي يؤدي إلى مطلبك مغلق.
فارس النار، الفارس اللي مستعد أن يتبع أي طريق، أي طريق، ما عندك تعلق بطريقة معينة، كأنما المطلوب منك إنه شوي حتى ما بقول لك مبادئك، الإنسان ما يقدر أو صعب أن يتخلى عن مبادئه، تخلص من الأسلوب اللي تتبعه، طريقة تفكير معينة من أجل أن تحصل على مرادك. ثمانية السيوف، لازم تفعل، تبتدي خلال شهر يونيو تحقق لنفسك ماذا تحلم فيها. خلال شهر يونيو هو فقط بداية حتى ما بقول لك أساس، هني أشوفك قاعد تحاول أن تنظر إلى طرق أخرى للحصول على مرادك. إذا كنت مثلا تقدم على تأشيرة هجرة أو عمل في دولة ثانية، في اشتراطات، الاشتراطات ما راح تقدر تستوفيها بشكل مباشر، ولكن في طريقة ثانية، في طريقة ثانية. أنت هني أشوفك هي كأنما شوي ضد مبادئك، أو راح تبعدك عن أشخاص أنت تحبهم، في شيء، في ثمن راح يندفع من أجل أن تحصل على مرادك. أنت هني بين نارين، بين مبادئك، أو حتى مش فقط مبادئك، ممكن أنك مثلا وصلت إلى منصب معين، مستوى معين، إنزين، ومن أجل أن تحصل على التأشيرة أو أن تنتقل إلى بلد معين في بالك، لازم مثلا تنزل إلى وظيفة أقل بكثير من مستواك الحالي، ممكن هذه الطاقة أيضا، ولكن محتاج جدا طاقة المرونة وطاقة الالتفاف، طاقة الذكاء، برج الحوت.